فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قرأت في كتاب اسمه فقه السنة أن الأقراص التي يتناولها المريض لأجل الصداع أنه لو أكلها الصائم فلا يفسد صومه لأنه ليس بطعام، فهل هذا صحيح؟ لا، فقه السنة ذا السيد سابق مخلط، فيه فتاوى عصرية وفيه فقه ما أدري وشو، وفيه أشياء مخلطة، ما هو بثقة. ولا يجوز للصائم أنه يتناول الحبوب الدواء لا لصداع ولا لغيره، إذا تعمد هذا يبطل صيامه. نعم.